بتبقى كلها حاجات بسيطة ما بتبقاش مكلفة خالص. يعني مثلا لو مشكلة سخونية، مروحة ب 20 جنيه بتحل الموضوع كله. لو الباور سبلاي بيبتدي عندنا في مصر هنا من اول 40 جنيه الباور سبلاي. الرامات متوفرة وحسب اصدار البوردة نفسه هو اللي بيحكم علينا بالرامة، بس الرامات بتبتدي عموما من اول 30 جنيه. الرامات بتبدأ من اول 30 30 جنيه جنيه دي ايه الرامة ام 30 اللي جنيه هي دي؟ الدي درام 1. طبعا الرامات الدي درام 1 دي بطلت تنزل النهارده، احنا بنتكلم في دي درام 2 ودي درام 3 احدث حاجه لسه نازله. الدي درام 2 بتعمل 40 جنيه الواحد جيجا بتاعتها، تمام. ال 2 جيجا بتاعتها ما يعني بتوصل 100 جنيه 110 بكتير قوي حسب المكان اللي هتشتري منه، حسب منتج الحاجه. لو الخامه اوريجينال او الرامه نفسها اوريجينال من حاجات كويسه بتعمل معانا من 100 ل 115. طب الاسعار دي متاثرتش بارتفاع سعر الدولار وانه وصل في السوق السوداء ب 9 جنيه و40 قرش؟ لا، هو احنا اتاثرنا جامد في موضوع ان الدولار رفع علينا. المشكله ان احنا عندنا المستوردين في مصر هنا الدولار بيرفع وبينزل، يعني ممكن يرفع 2 جنيه او 3 جنيه نتفاجئ ان البضاعه بترفع علينا ب 70 و80 جنيه. ده اثرت علينا جدا. يعني كان الاول ممكن كان يخش العميل عندي المكان يسال على حاجه، فبضطر ان ابيع بالسعر القديم ان انا البضاعه موجوده عندي، لكن لما باجي اروح اشتري بتفاجئ بموضوع ان الحاجه اللي انا بسيبها ابيعها ب 10 هبقى غصب عني ابيعها ب 17 وابيعها ب 15، فاثر علينا جامد. كمان هنا احنا كشغل الكمبيوتر عموما او شغل التكنولوجيا عموما كله شغله دولار. كل حاجات مفيش حاجه بتتصنع عندنا في مصر، كله بيجي من بره، تمام، من الالف للياء، فلازم يكون عندنا سيوله في الدولار شويه عن كده. طب انت بتعرف تجيب دولار منين؟ والله دي ما تبقاش مضمونه. يعني انت بتروح البنك تدي له مصري يديك دولار؟ هل ده بيحصل؟ مش دايما. طب امال بتستورد ازاي طيب؟ يعني بيبقى لنا كذا طريقه. تمام. الاسعار زادت معاك بنسبه كام في الميه؟ انا لغايه دلوقتي عندي ما رفعتش اسعار، بس انا باللي انا شايفه ان الاسعار رفعت بنسبه 30%. الاسعار هترفع ولا رفعت؟ رفعت 30%، بس انا لغايه دلوقتي لسه ما رفعناش اسعار. تمام، الف شكر لحضرتك.